التقدم، فرصة في ظهر الدفاع، فرصة والهدف الأول، الهدف الأول المباغت في هذه الآونة، لم يكن طبعا منتظر بهذه الكيفية. فرصة وهدف من المغربي النسيري، يهدي فريقه أول هدف، وبأي كيفية وبأي طريقة. شوف المناورة الجميلة، يوسف كان رائع جدا في الانطلاقة، الواحد واحد استطاع أن يمر بسرعة. لاعب موهوب 20 عام، اللاعبين المتميزين. لاحظوا الكرة كيف تصل من النيجيري، تمريرة ذكية، ما فيش تسلل، يخرج بسرعة وراء المدافع، يستطيع أن يمر ثم يصوب رغم وصول المدافع الثاني للتغطية، ويصعق بها الحارس وبكيفية. شوف ثنائي الدفاع القوي لم يستطع الصمود في هذه الكرة. فرصة للتقدم بهذه الكرة، لا صعبة صعبة صعبة، والخطأ الفادح وتعديل النتيجة. الخطأ الفادح من الدفاع عندما مر الكرة لدورميسي الذي يأتي من بعيد ويجد الكرة أمامه، طبعا تفاعل معها ووضعها داخل الشباك. هدف لم يكن متوقع بهذه الكيفية، في ارتباك كبير في رضا درميسي، لاعب الأصول الألبانية، الهدف الثاني لي هذا الموسم. لاحظوا الكرة كانت سهلة جدا، شوف المدافع الكرة بين أقدامه ضيعها. هذه الكرة توصل الكرة إلى المكسيكي، هذا التوزيع والتصويبة والهدف. يا سلام على هذه اللقطة، يوم أجمل هذه اللقطة. شوف الفرحة عند المدرب، في الفرحة عند المدرب المكسيكي، بصراحة كان متميز في هذه التمريرة. أندري غواردادو 31 عام، لعب باير ليفركوزن والبي اس في وفالنسيا وديبورتيفو لا كورونيا، استطاع ان يوصل كرة الى فابيان رويس الذي احسن التدبير بتصويبه سكنت في الجزء الاصعب للحارس طبعا على مستوى الشباك. هدف ولا اروع ولا اجمل، ولا شوف العمليه بالتمريره تصل الى المكسيكي بسرعه، الجواب كان صريح واضح، التصويبه كانت بدقه متناهيه، استقرت، شوف ضرب الكره.